شو اسمه؟ هلا بالبداية بستخدم شو الداتا اللي بدك تستخدمها. لاحظوا عامل لي ديفولت السير لميتري بدهم اياهم كلمه بغيرهم فبقدر بعمل هون ايش؟ يوز بلد اب ستينز بغيرها زي ما بدي بدنا اياهم ايش؟ الميتري والاس والاي اي اس سي والاي اي اس سي والاس اي اي اذا بتخلي ميتريكس شو بنحطه هون؟ اتفقنا انه الدنس كاتش كله 24 ونص 24 اتفقنا انه الايه كاتش كله 24 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
ميجا بكسل وكان بيكتب ميجا بكسل. وفي عندنا فرنسي بويز انفكشن انشو تاني ايش؟ ما عندي انا 84 عندي المرات بس 60 فقلت انا 60
define special properties, frame section. فأجل أن يكون على أول قدر أن أعد تبقى ولا نجد مهمين هو عبارة عن الأربعة وعشرين ودي من الأربعة وعشرين تفعل إن يكون قديش الدف تبعه 240 على إذا كان قديش الوقت 800 أي 500 هلا أنا بدأ أدخل على الإنفاق شو بدون فايرس هلا إذا كان قديش هذا بس بدون عندنا صفر ليش صفر؟ لأن ما تروح له أصلاً يحصل دولار مش ويدر فالتالي يعني ما فيها مش شيء ضار يحصل من خلال مراقبة وبحط زيرو مش بحط كمان زيرو طب استاذن تحط اكتب عفو انه بيب وانا عفو كور ايش انا مش هلا هو عفو عشان شيء ادخل على موقع لا لا مش مرة مش مرة مش مرة مش مرة مش مرة عند reinforcement كانت أيوة أوكي في إيش ريكتانجل كنت انا ديزاين بلاش ده بدنا نحصل جاي خلينا من هلا نعرف المجموعه هيدي 24 اي اوكي وارجع على 84 بنفعل شور دلوقتي بدخل على شور بعد بتعرفوا ايش كمان طبعا اكيد ليش بس بس انا بدنا نخلي التصميم اللي هيحصل جاي هي اوكي وين انا ايش بدنا اد العين دي بدها تشوف ولا لا طيب العين دي بدها تشوف ولا لا حكينا اللي هو 540 قبل ما احط الباوندري كونديشنز موجوده خلينا نحط اللايف فور والصوره المستقبليه نعلمهم هذول كلهم يعني بتبقى ليش؟ اصاين عندنا مشكله سوبر امبوزيشن عندنا نقطه ليش؟ عندنا شغل عشان نبقى سهل ماشي صارت فيه فور عندي ده ايش مختاره؟ انت بدك تعرفوا مع بعض يعني مع مدى اللايف شو مدى اللايف؟ خمسه هلا سؤال بتحط نعمل في السوبر امبوز اللي واحد كله تحطه على لايف تحت الدور مع بعض تقدر تحطه على الدور احتمال الدور بالكونفيجريشن التصميم وتروح عليه ليش؟ هو مش دايما ما تضبطش معايا مش دايما الكونفيجريشن ده الدور بالسوبر امبوز اللي بدك تصميم بلا ليش تعمل الفايل تحط خاصة داخل مش داخل بالكونفيجريشن الحالة الداخلية بيعرف ايش فيها ولما بعمل الدور مش بعطيك وان وين تو ديت؟ صح بناس كان المفروض تدريش المفاهيم بس لما كان معكم مش مشكلة بس خلينا احتياطا ليش نقول له هون ديفاين لود كومبريشن لود فيسز نحط له هلا لود مثلا ديفاين لود لود ليش مختش؟ هو احنا بنعرف ماس سورس يعني اكيد احنا لا فيش على شخص احنا لا ادرك السودا لا قصدي ايش مختش الكومبينيشن مش فاهم ممكن المبادر ايش اختلف هو العلم ده هلا انا بعرف بسبب انا الان انا بتعلم معكم بالكاس لذلك اذا في واحد عنده اختلاف انت انا افضل اروح على يمكن شو يعني على يمكن بنعرف شو بدي بوز ضد الضرر فهلا هي بتصير بوز ضد هلا بدنا نحط له هون سوبر امبوز ماشي نحط له هذه الكوردينيتس خلينا نشتغل عليها واي اوكي واي كنترول اول واساين معلش واساين شيل دوتس ايش انتو ساين؟ لازم نحط له هلا خلينا نبدا في مشكله
مشكله ان العكس هو الوزن الكتله هو بيقول اللي هو بيحكي انه بيخف الكتله مبرمج صار عامل مشكله انا حاليا ما بديش اجرب بتاخذ يقين وخلينا نشتغل في البيت واشوف كلامه تمام ولا لا بس انا هيك يقين انه شغله صعب هلا انا ممكن برمج عامل خمس اشياء بنعمل فيريفيكيشن خلينا على خلينا فيريفيكيشن بعض الاشياء اللي ايش؟ اللي عليها يقين لانه في عندنا فرص بيقصد فيها فبدنا نروح هلا هون على الشيل دوتس ونحط له لينك فور نروح للسوبر امبوز تاب ونخليها ليش بتضربها؟ بتضربها خمس ساعات هلا بعد ما خلص هذا الحكي شو بنيجي هلا نعمل؟ شو بلا شو بدنا يصير؟ بدنا نيجي للباوندر كونديشنز التقسيم شباب حاولوا نعمل التقسيم يكون مربع شو يعني مربع؟ يعني مثل مثل فلو انا هلا حددت هاي مع هاي بدي اياه يكون كل تقسيم من هون مثل شو بحط له ادت ادت شيلز باجي هون بقول له ديفايد شيلز كيف بدي اقسمها؟ طيب خلينا نشوف كلام يعني هيدا عمل الدروس بدك تحددهم كلهم هدول analyze شو عملت analyze هاي automatic شو عملت analyze هاي automatic هاي هاي شو نعمل على واحد اضرب سيف باكس مرات بالفايل واعمل بس اوكي ايش؟ بس حط اوكي يعني حط بدي اعمل تراي مش بس يعني واحط له اوكي هلا بس تعمل تقدر تعمل طبعا انا بتعمل لازم شباب قبل لا اتاكد من الاحراف ولا زي ايوه بس الاحمال بالفور باي معناته ضيع ايش الصوره من الوسط الباصاي اروح على شيروتس واحط الفور واحطه من الوسط هلا شباب انا هون مضطر اشتغل على الطريقه Edit shells, divide shells, the X. I'm going to put addition at the iPhone with the dish, put on the left, put on the five, what the category? I don't know the video. I don't know the fact that I'm going to put on the other. Divide shells. سبعة واحد يعني هو قريب من رصد المين هلا بقدر أقول كلهم يحددهم والعدد عدد شيلز قسمهم بالواحد ديفايد شيلز هلا أنا بدي أقسمهم من واحد قديش لتسعة الفوانية بالدول فيكس ده ما مربوطين ايش؟ جدار هلا ضل في عندي تو
جوينتس اللي هاي الجوين نحط كولوم هاي الجوين الكولوم نحط اللي هو اساين بين جوين سبرينت زين تفضل بين ما أقوله شوف شباب هلا كشكل هلا تعرف إيش السبب كشكل طبعاً أفضل إن بدل ما أحط العميق نقطة شو أحطه أزعل فلما بروح في دايمنشن شو نحط أبعد هلا هون أنا بتو دايمنشن حطيت فرضيات كذا اعتبرت الكرة مش نقطة اللي بحط خماله مش نقطة واعتبرت الاتصال مع الجدران من خلال إيش فيكس اللي بحط خماله اتصال مش فيكس يعني لما رحت على 2D يعني كثير فرضيات مالها انا بقيم عنها لو رحت ايش؟ مفهوم هلا بدنا نرسم الجيمز بلاش هون الفرضيات هاي جيم بدي اعمل سيتنج مثلا جيم تحت الجيم هو عباره عن 84 هو عباره عن 81 هلا طبعاً كمان دي هو إيش إن أنا هذا مسمي إيش خليه فريم سيشن ماند فريم سيشن ماند هو مين إيش بس هو هذا بين ليش من هون لمن لمن عم تأكد إنه مين سيشن ماند هاي بفاني سيشن بيربيز فريم سيشن شوفوا شباب احنا الان في مرحله اللي هي بنسميها مرحله انك انت تعمل اناليسيس وانا بعتبر الاناليسيس هو اساس الاناليسيس وش يعني اساس الاناليسيس يعني شباب اللي بيعرف يعمل اناليسيس خلص متحكم بالبرنامج انا عارف البرنامج رايح يشتغل ممكن يقع عليه مشاكل زي ما تفضلت ممكن ما يحصلش السوبرايت بورد ما يحصلش البيت بورد في عندنا احنا بدنا نعمل تصميم لاي منشأة لازم نعمل ست شغلات كم شغله؟ سته ثلاثه في التحليل ثلاثه في ايش؟ في التصميم وفي الثلاثه في التحليل والثلاثه في التصميم كل واحده صوره للثانيه ماشي هلا الثلاثه في التحليل لازم نتأكد إن المنشأة كومباتبل كله بيشتغل إيش مع بعض الوعي نتأكد من إنه الأوزان اللي حطيناها تلعب عليها الشمس ضد الكوبريليا ونتأكد إنه الإنترنت سيستم ريليشن شيب إذا نحن قانون بدنا نتأكد إنه مثلا هذا وظيفة اليوم هاي بدنا نعمل اليوم وظيفتكم لإمتى؟ للأسبوع الجاي هلا إذا اليوم ضل من وقت بدخل في التصميم الأسبوع الجاي أكمل التصميم وكل تصميم وظيفة فلانية الأسبوع اللي وراء وزي ما عملت اليوم إن أنا أعطيت علامات بناء على الشغل اللي أنتوا أخذتوه والأسبوع القادم بناء على الشغل الثاني فشفت إيش علامات وأنا بستلمها وبصلحها أو من خلال النقاش بوزع العلامات زي ما عملت بأول سنة أنا بعيني من كل التشتيت اكتشفوا أخطائكم خلي كل واحد ياخذ الوظيفة إيه شو المشكلة يبقى مشاكل النص هلا احنا المشاكل اللي بدنا نحكي عنها الاسبوع بس انا خليني اقول كلمه انا عندي هذا برنامج دخلت عليه كلها صح؟ شو بتعرف شو عم بتعرف شباب اذا ما بنعرف شو عم بنعرف احنا بدون اربع ايدز لازم يكون عندنا ايدز من داش في اي علم شباب العلم ليس ان تتعلم فقط الظاهر العلم ان تتعلم وهذا أكبر خطأ موجود في طاقة العلم
احنا بنقول لا يعلم الغيب الا مين؟ يعني اذا بدك تعرف غيب الغيب لا الله. فالله عنده كلمه ووسيله نور. هذول الثلاث معرفه كلهم اللي بناها شباب وشوف احلام صادقه هذا في كل سبيل. كذلك ليس المحسن شو يعني قد صدقت الرؤيا ان كذلك ليس مين؟ المحسنين. كل واحد فيهم باهله بجيرانه في انسان تستغرب ما بشوف الرؤيا لايش؟ هاي شباب لها علاقه بالفن يقولوا قلب المؤمن ماله؟ دليل. هلا في شيء له علاقه بسنن وسنن الكون هي لها علاقه بالدنيا ايش؟ بتتعلمها وتطبقها. وفي شيء له علاقه بكلمه دبي عم يجي لها الموقف. بس خلينا نشوف احنا شو بنتعلمنا. بدكم ارجع لكم لاي شيء للاستاتكس؟ شو ابسط كلمه اخذته؟ الاستاتكس تمام؟ لو كان معي مين؟ سيدي صبر وعليه الفرن اللي هو الطبيب. قديش بدي ماما تطلع؟ طبيب من التربية على قديش؟ أعلم. خلاص إذا كان أنا عندي ميم زي هذا الميم أو سلالة زي هاي السلالة شايفين هاي السلالة؟ إذا اعتبرت قبل ميم يعني إذا اعتبرت السلالة ولا ميم شو اللي كل الأبعاد عندها بهذا الشكل؟ هاي عبارة طبعاً هون فيكس أنا حاططها هون شو حاططها أنا؟ فيكس هاي عبارة عن 6.8 هاي 6.8 وهي قد ايش؟ 3 ايش؟ عفوا 4 بوينت ايش؟ 4 بوينت؟ هلا هاي الاصل انها انشا عليها من المومنت بانش بحيث مجموع الموجب مع السالب هذول سوا قديش يعطوا معهم؟ ابو ديرة تربيع عفوا هلا الاوميجا بالحصه الماضيه اوميجا اوبتيمم قديش كانت قيمتها الحصه الماضيه؟ 21 اوميجا اوبتيمم 21 كيلو نيوتن بير وات بير كيلو. فاذا احسب ام اضمن نيجاتيف زائد ام اضمن بوزيتيف للسبان 4.9 تربية تقسيمة ايش؟ 8. هلا انا هذا الكلام بالنسبه لي يقين ولا لا؟ يقين. اذا حسبتوها بيطلع معكم الارقام كذا بيطلع عندكم هاي 122 كيلو نيوتن متر بتطلع عندكم للثانية
فهذه العلاقة بإيش؟ بكيتوجين، وعادة الكيتوجين يعبر عنها بتوجين الستنس. أنا لما عملته هيك افترضت الكيتوجين تساوي سيرا، وافترضت الكي فليكشر عنها تساوي بي. هلا كيف بدي اترجم هذا في المسألة؟ ندخل على البيم، ندخل على بيم. أي بيم؟ اللي بالنص، اللي هو قديش القضاء؟ اللي هي في فوق. قيم الفرضيات بكون انا شاعر انه هذا البرنامج بينه وبين تمام. شو يعني بيني وبين تمام؟ يعني انا اذا حطيت فرضيات في معطيه من ارقام الراس، طب انا مشيت فرضيات هو عامل كل شيء من الفرضيات. اذا شفت فرضيات قديش تخفي من الانتاج صح؟ عالي. وهذا هو المنهج اللي احنا بنقوله شباب اللي بيعرف المنهج الافضلي. انا بعد ما بين لكم اياه بالكمبيوتر بشرح لكم اياه كيف اخذته انتم بالانشاء. اذا خذتها وقت شوفوا بالكمبيوتر. هلا بالكمبيوتر ليش انا هون بعملها؟ فين اخذتها؟ بس مش عامل ملف. كل على الديسك توب. فين نعملها؟ بالدي. بنسميها من فولدر كونسبت. اوكي ان شاء الله. هذا كونسبت شو هذا؟ بنسمي هذا أول إكسامبل. هو إكسامبل إيش؟ إكسامبل. هلا شو مطلوب منكم الأسبوع الجاي؟ تمثلوا الشيء اللي قدام 2D. مثلوا إيش؟ 2D. تاخذوا بلوك، أي بلوك، تحطوا فرضياتكم، تحسبوا بجد إيش لازم تشوف، وتشوفها بإي تابس مالها، تعطي نفس النتيجة، تيجي تعمل البرزنتيشن. تكون الفايل معاك. تضل الفايل توجيني اياه، توجيني حساب هذا، توجيني اعرف نفس النتيجه وتشرحها لهم. اول شيء تصير عمال نعرف انك انت بدك تفضل تحط الفرضيات وتحط على الكمبيوتر وتطلع نفس النتيجه. طيب اذا طلعت مخالفه بدنا نشوف فين مخالفه وبدنا نصلح. شو يعني بدنا نصلح؟ يعني انتم ثلاث مجموعات او اربع مجموعات، بده كل مجموعه تطبق فيها بحيث نسوي السيرفر عندنا بشكل كامل. لا هذا مو موضوع ثاني، هذا مو موضوع ثاني. البوينت 7 بتطلع حاجة شبية. أنت شو بدك تفعل الكراكي؟ بوينت 7 بوينت 35 شبية. هلا احنا عم نقدر نعمل تسليم الآن. بعد ما تتمكن من الأنالستس بنيجي للتسليم. بس أول شيء أنالستس ما لنا علاقة بكود أمريكي. ولا لنا علاقة بكود سبية يعني بوينت 7 بالبوينت 35 هاي لا يكود اللي اسمها كود. مش لنيورون كود. ومش اللي نشرته. أنا هلا بعلمك أنالسيس. شو يعني أنالسيس؟ يعني قوانين مالها عامة. هلا بقدر أربطه بين البوينت 7 والبوينت 35 كذا. بضل عندك أوميجا سكوير، ما عندي شيء ثاني صح؟ ماشي بضل بشرطه. بس شو بفرع عندك الشركة؟ نحكي عنها لا. فخلينا هلا بالحكي. هلا إذا أنا عملت هذا الحكي ما أقدر أعمل راند. عملت راند. والله بقدر أقول ستيل شو فورسز شيل ستريسز. أنا مش عامل كومبينيشن، بس خليني أعمل كومبينيشن. لوز فرش فور موديفاين لود كومبينيشنز أد لود كومبينيشن. أنا كاتب أبدل 1.2 أد وبدل 1.2 أد وبدل يبتدي يعتبر واحد ذا لايف. أنا بعد ون بوينت 6
الذي يشتعى الطرف كومن مش عمال يطلع مش عمال يطلع قيمة ليش قيمة خمسة وعشرين قيمة عشرين هاك وقيمة خمسة وعشرين عندي بمثل أن تشتري إيش بعد عمال تزايد قديش 301 جسيم يعني لما حليت على الكتاب في البيت طلعت القيم عندي هم 79 هلا بنشوف شو سبب الخطأ هو ايش هي ايش؟ لا بداية تمام؟ وأعطاني على الطرف
داش سلكت داش يعني سلكت 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 يعني انت بتاخد عمالك على اليمين شمال بس انت وصلت كلامك بالتسليم هلا شوفوا شباب التسليم فينا ناخد عفيف او شيء او شيء وبناخد ايضا على شيء جديد ناحيه الكوره بس انت احنا لا بنعمل تحليل التحليل مش معتبرين الجيم هلا احنا خط مش معتبرين الكوره نقطه انا بفرق ايش بصير عندنا الكوره بصير عندنا بعد فانت هلا صبرك معي في التحليل هلا وصلنا لهذا الاجنبيين لهذا لازم توصل تطلع لحظة ما بدناش معقيمة هيك هيك ايش اللي جنبها؟ اللي جنبها؟ هلا اديكم شباب اقل من 10% شو السبب اللي انا عارف انه انا عندي غلط؟ شو السبب؟ انه كان عندي مرتاح مش تكون هيك لكن مادة احنا دخلنا نتيجة جاز دخلنا احتمال انه اكون خاطئ رقم قديش؟ بزمن ما عنديش بس ثيوري شو بضل عن النتائج بقبل اي نتائج انا بذكر زميل ابراهيم مره كان بيصلي المشكله النتائج تمام طب الاخير بضل عن الخطوط بتفح على نتائج تطبيقها غير منطقيه ولا بتفح على خطوطه على خطوطه طلع على خطوطه بعد اكتشف انه المدير حاطط عديد بدل ما فلما حط عديد شو عامل خلص تبقى تعال 116 حط الطرق 16 عملة خربت كل شيء هلا سافرنا هذا الحكي نيش على اطلع على هون هاي عندي قديش عمال الاخر هون 46 او 47 هاي 47 مداخلة على السابق ليش عمال بدفع السابق؟ هيك بتجيب صح بحط هيك ليش؟ بعد سيستم ايش يتقطع على المجال؟ مش عمال بدفع على المجال؟ مش عمال بتتقطع؟ اول سبانتين مضبوطه هذا ايش طلع 120 هذا ايش طلع 119 طلع ايش 119 واحد ايش طلع 16 هذا ايش طلع 116 لا 31 زائد 62 على 5 31 زائد 62 على 2 تقريبا 45 16 60 46 زائد 16 زائد 16 62 مضبوط انا متوقع 120 متوقع 63 كل احنا بنلبس ولا يا شباب لو انا شيء تفضل قدامي احساسي ان البرنامج جاي يعطيني بس قديش بثق فيه عايش صحيح هذا هو الجواب بخصوص التسليم النظام شو يعني بخصوص التسليم النظام يعني كل ما لازم حسه يكون لك في حق حسه يكون لك في حق باجي لك الله لكن كل الفرق اللي عارف أول إشي عامل مدن صح؟ ومقاربه للواقع بلينتن صح؟ ومجتهدتك هذا الفكرة في أي مستوى؟ هذا
هذا اذا كان ستيبلز انا ممكن اطلع لك فيها شويه مستوى للميكانكس واطلع لك بمستوى اكبر من الستكشن بس كل مستوى في الكريم. هلا انت عندك هذا البرنامج اعطى فكره هلا بالواقع يمكن يمثل واقع فيه بس على الاقل انت هذا هو اللي بدك تروح لك يعني انت لو بدك تعمل فيه شو بتعمل؟ شو بدك تروح لك مثل موديل؟ هذا هو اللي بدك تروح لك مثلا مثلا هلا البنتون اللي بتحكي عنه في الواقع البنتون اللي هو في مشكلة بس انت لو بتعرف الواقع بصفر داخل لما تشتغل فيها تقدر تطلع للمسؤول لكن واعطوهم دوس عشان تطلع في البنتون بس احنا ما عندناش مشي جوا يا ابني هلا بتنسى مش عارف انا بس للباطن قلت له لما بعمل تكوين بعمل وبحسب البنتون للباطن انسى صور حسبت البنتون بعرف كيف بدون صور لكن طريقتي وصدفت على الواجهه وكل شيء بعرف قديش بتنصر الفرق بين الواقع والحقيقه هون قديش المفروض 5% حكايه انه مش ياخذها تشتغل مع بعضيها في الواقع شايف حكايه قديش بتنقص بس هاي كلها المفروض تنقص لو بدك تصور بعد لا هذا البرنامج عمله بقي نفس الشيء يعني الشركة كثير بلاها مش عارف يعني يعني بدي انا افضل هذا اللي بدك اياه بدك تشيل بعض الفرضيات صح لا انا بحكي شيء هو انا بحكي لك لسه بدك تعمل كبيرة انا بحكي لسه عم تبني بتضل تحل هذا لا هذا اقتراح هذا مش شغله يعرف اذا خلينا نحكي عن الفكره الفكره انه احنا لما اشتغلنا وندي هل كنا بنمثل المنشاه؟ لا هلا انا هون صرت بدي امثل توني مين اقرب لوندي ولا توني؟ هلا لما بشيل فرضيات صار تمثيلي يعني انا لما باجي من هذا اوكي باجبر لا ديفاين سكشن بروبرتيز فريم سكشن باجي على الديفاين شو لدين في هيك فور ديفاير شو وبدخل على الديفايرز وبشيل هذا اي واحد وبشيل هذا اي واحد اي اوكي اي اوكي اي اوكي وباجي على الستاب هلا بعلمكم انا لسه الشباب نفس التصميم سكشن بروبرتيز باجي للستاب سكشن وبديفاير شو هذا ده ستراكشر اناليسيس كورس وبدخل على الديفاير هاي الداتا بحط هون واحد معمل على كيف واحد بالوندي بقدرتي بالوندي انا لما حطيت طلع في عندي هاي الفيها لما هلا حللت كل شيء كمان هل بتوقع دول القيم على الغلاف تقول زي ما هي ولا تقل ولا تزيد بدها تقل لانه في راح يروح بالاتجاه الثاني برضه بما انه في الاتجاه الثاني ما احسب قيمه راح بالاتجاه فبتوقع القيم مالها بتقل اشوف اذا القيم بتقل ولا لا خصوصا القيم الوسطيه عشان الاستفنس ترجع انا بعمل ايش بقول لك ديسبلاي اولا انا بدي اعمل هلا ديسبلاي شو ديفرنشيت واجي اقول له اوكي مثلا بدي اقول له شيء ولا 3 دي ولا شورت ستارت انيميشن لاحظوا بطل الشكل اللي عندي ايش؟ الوان دي اللي واضح مش عمال تلاحظ انك سبيس انه شو في عندك كتاب هبوط ايه؟ هبوط ايه؟ يعني في عندك هبوط الاتجاه بينما انا مش كان عندك هبوط جوا هلا تيجي انت هون بتحط بلان بلان جبت له السبين شو فورسز شين سبيسز بدك على ام ام ون كونديشن ام ام ون كونديشن حط له ارقام هلا لاحظ هون انت شو بتقرا من قبل؟ 79 قديش شو بتقرا؟ 89 زاد بدنا نعرف تيجي على هون
ده ليش التكرار؟ 38 ليش التكرار؟ إيش أقل؟ هذا ممتاز. إيش تعلم؟ سوت ليش تكرار؟ ليش التكرار؟ 38 أنا إيش؟ لأنه الاستفنس استفنس سلبية كحاطينها ألف. إنفينيتي بس هي مش أصبع. واحد. بس مش شباب حقيقة. إنه هذا الاستفنس حقيقة. هو عبارة عن أفضل. أنا عندي هون سمرة. فالأعمال بيسموا إيه؟ هذا أعمال بنحمية. بس ما بنعكس كاملة. بنعكس جزئيا. بنعكس جزئيا. فهون كان من قبل كيف؟ كان من قبل إيه؟ يجي إيه؟ بينعكس إيه؟ بينعكس إيه؟ نفس الزاوية. بس هلأ بيلاقي الانعكاس شو اسمه؟ الكيرف شماله أخذ بكثير فقد بالمومنت. إذا ده اللي بتوقعه فاجأني أكثر شو هو؟ هل يا ممكن إنه هذا يعني بحيث إنه يصير عندي إيه؟ شو يعني إيه؟ يعني يصير كل اللي تحت بوزيتيف مومنت؟ لا ممكن هذا ممكن شباب انت ما في امتحانكم المتابع اجيبكم سؤال يعني قطع بالمتابع اجيب لك شباب السؤال وحط لك اياه تصميم كمان هو موجود في 2018 شو يعني 2018 يعني اجيب لك كتاب 2018 ولا خلي تصميم 2018 واعمل عليه كده وستكتشف انه الايمان اللي بالوسط المومنت اللي فيها والسلام اللي بالوسط المومنت فيها بدل ما تكون نيجاتيف على الميم شو اصبحت؟ هذا الكلام لما بدنا نشوفه في 3 دي كيف على جنب الكويت شباب؟ بال انه كنت شو اسمه كونتينيوتي هلا في شيء اسمه انتجريتي شو يعني انتجريتي؟ انك انت المنشا شايفين هذا المنشا هذا المنشا كلهم بالكود انا بدي احمله هيك احمله هيك على الارض واقدر من المكان حتى يحصل هذا الشيء شو لازم يكون هذا المنشا؟ في انتجريتي شو يعني انتجريتي؟ يعني لازم الحبيب السفلي يكون بالاول للاخير مع سبلايس حتى لو كان اوردينال شبه يعني باي نوع فريم باي نوع بيم لازم يكون عندك حبيب سفلي اثنين على الاقل ويز سلايس من اول البيم لايش؟ لاخر البيم ولازم يكون عندك حبيب علوي من اول البيم لايش؟ لاخر البيم حبيب علوي هذا صار شيء اسمه انتجريتي ايش؟ ريكويرمنت فديروا بالكم اهم شيء في التصميم الحبيب السفلي لأنه ما في قرعة عندنا في قرعة عندنا بحطوش لحد يسوي كاش هل يسوي ولا مش عارف واقع ولا مش في حاصل لحظة تقول لك شحمة تقول لك شحمة تقول لك شحمة ومش ما هذا يسوي صفر مليون يسوي صفر مليون كل نموذج إنشائي من عندك حتى هون مليون عندك هون مليون فهذا عبارة عن بيرفورم سيدي في الدور البيانات الحديد السفلي ده اهم شيء الله لاحظ احنا عمالنا بنتعلم الان اناليسيس بعد اناليسيس شو بدنا نتعلم؟ ديزاين احنا هيك خلصنا المحاضره 5:15 بتوقع الحصه الجايه في اولها نحول هذا كل الكلام شباب لتربيه شو يعني لتربيه؟ يعني هل هاي الارقام اللي عمالنا بنحكيها وبنحكيها موجوده في ثقافتنا التربويه؟ لانه ديروا بالكم شباب العلم يعني انا بدعي اللي نزل عليهم القرآن فتزكوا شو يعني تزكوا تزكوا بالقرآن اكتشفوا كل العلوم في عندك طريقة ثانية إنك أنت بقراءة القرآن وبالعلم تفهم القرآن مثلا القرآن لك طريقة للفهم طريقة ثانية المنهاج اللي تبع عند الصحابة بفهم القرآن هو نفس الطريقة العلمية الموجودة الآن في القرآن مش إحنا جزانا شيء وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن ايش؟ طيب وليش نزلوا مفرق؟ عشان تقدر تفهم كل كلمة بعدين تقعد تجمع رايح احكي لكم مع قدام شباب كل ما يتعلق بالطريقة العلمية اللي انتم درستوها في المدارس في ما يوازيها بالضبط ولكن أرقام كتاب الله فانت امام خيار الناس شنو؟ انك تدرس كل العلوم باي منظور؟ بمنظار واحد فاحنا هلا بدنا نكتفي باللي وصلنا له هلا الحصة الجاية منين جاية 15% بال10% وال25% بتروح على الفيديو تشوفها في تابس خلصناها من التابس طيب شو بيقابلها عندنا في ثقافتنا؟ نلاحظ شو هدف التعليم؟ زياده نسبه الذكاء للطالب انا هلا بحكي انا لسه فما حدا يجي 0.7 و 0.35 بالاي سي اي
لما بدخل للديزاين شو بصير تقولوا لي بوينت 7 بوينت 35 كل الفاكتورز اللي موجوده فين؟ في الاي سي. هلا شو المطلوب منكم انتم الاسبوع الجاي؟ نفس الوظيفه شو تعملوا هلا؟ تقولي بهذا الشكل تعمل بريدكشن للنتائج شيء معين بتحط يور اسامبشن وتتاكد ان البرنامج شو بيعمل؟ بعطيك نفس النتائج بعدين هلا شيل يور اسامبشن وشوف يا ترى كيف ممكن يصير. هلا مثلا لو اخذت هذه ال 100 شباب اللي هو عباره عن فوق 9 قديش؟ 3 فوق قديش؟ 3 و 4 3 و 4 لازم تكسب هذا المشهد بده يعني هيك بده يجي هيك واعطى نظام ايش؟ بيقول لك بهذا الشكل زي تقريبا تكون بيلدينج مومنت عندك بهذا الشكل ويكون عندك كل هذا الفارق. يعني اخذت النيجاتيف مع النيجاتيف واخذت الافرج رايح تكتشف انه البوزيتيف اللي موجود هون ما يقدر الشيء الا النيجاتيف لا ينفع تصير بوزيتيف. يعني بكون عندك المنحنى كانه اكس يعني بحيث انه الاوميجا بسكوت اوفر اكس فين جاي فوق يعني قديش هذا فيه بتروح لو اخذت الافرج بتلاقي اكثر من 100 من اوميجا بسكوت على الثمانيه. فانا بتوقع هذا الحس لازم هذا احصل عليه فين؟ البرنامج صار ما صمم على كل العمال هون عمال هو شو تقول ايش؟ التحليل هلا بتيجي الاسبوع الجاي بتقول انت بدنا نصمم بعمل لكم تنصيمين كونسبشوال كل شيء فيه كونسبشوال بمعادلات حسيه بشرح لكم معادلات حسيه للتصميم بنطبقها على المناطق بنطبقها كمان على الميم زي ما عملنا هذا الميم الكون للعمل بعدين بندخل من 2 دي لقديش؟ ل 3 دي. هلا من 3 دي شو بصير؟ اقرب للميم للواقع وبالاقرب للواقع بنشوف النتائج كيف من 1 دي تحولت ل 2 دي تحولت لمين؟ ل 3 دي. بس بيكون هون دليل حسي ايش؟ بال 2 دي. هلا بصير وقت انك لو رحت ل 3 دي تتوقع المومنت اللي بتقل بقول لك ليش؟ بتقول لي انه في احمر راح تروح للكولوم مش راح تروح لا للسلام ولا يعني مش راح تروح للبيم بعدين للكولوم راح تروح للسلام ولا فين؟ للكولوم وكانك بتصب ميه وتشوف ميه. شباب هذا المسار برايي المفروض يكون امتع مسار قدام لسبب واحد انه ما بقول لك من الستاتكس للداينامكس بقول لك من الستاتكس من 1 دي لل 3 دي واللي بحكم لكم التحليل تحليل يمسك كل كتب التحليل. انت الان في المسار يمسك كل كتب التحليل ما تشوف فكره التصميم اجل التصميم لما بحكي بالتصميم بحكي عن الاسلام. هلا في التحليل لو انا محلكم بمسك اي منشاه انا كيف بتعلم التحليل بشوف بضبطه. هلا الحصه الجايه ممكن نقعد ساعه اكثر وانا بحكي لكم هذا شو اصله الفكر يعني بتدرج شو اصل هالفكره منين اجى سواء في العلم منين اجى وكيف انه العلم استخدم نفس مفردات مين القران لان القران هو قران ناطق. فانت لما بتشوف الاثنين بنفس المنظور بتشوف الخلاف البسيط بين هون وهون عشان تعرف هذا الخلاف البسيط لمصلحه مش العلم لمصلحه القران. يعني مع الوقت العلم راح يتطور للقران وليس العكس لانه احنا قرائتنا العلميه مالها ناقصه سواء في كتاب الله ولا في ايش. فاذا عندنا قراءه محكمه يعني احنا مين منكم بيشوف انه الخنزير خبيث؟ مش كده بنعرف الخنزير خبيث؟ هل العلم اثبت انه خبيث؟ بس راح يكتشف يقينا. يعطيكم العافيه.